وادي قناة في المدينة المنورة، مكان يصرخ بالجمال. ما شاء الله تبارك الله، الصلاة على النبي. يا سلام، شوف كيف جمال الطبيعة في هذا المكان. النخيل يعانق السيل والوادي والماء. يا سلام، مكان والله جدا جدا جميل. هذا وادي قناة يأتي من شرق المدينة من جهة وادي الخنق، ويمر حتى يدخل المدينة المنورة، ويحول بين جبل أحد وبين المدينة، يعني يكون في النص بين جبل أحد وبين المدينة. ثم إن هذا الوادي يصب في مجمع الأسيال، حيث يلتقي مع وادي قناة ووادي بطحان ووادي العقيق، ثم إذا اجتمع هناك يسمى وادي إضم أو وادي الحمض. ثم بعد ذلك يسير قاطعا مسافة تقريبا 450 كيلو، ويصب في البحر الأحمر بين مدينة أملج والوجه. هذا هو الوادي. يا سلام، شيء. أنا ابن المدينة وأول مرة أصل إلى هذا المكان، مكان قمة في الجمال. يا الله، هذا الوادي وصفه الإمام السمهودي مؤرخ المدينة رحمه الله أنه إذا سال يشبه نيل مصر طولا وعرضا. اي والله، شوف كيف الماء ما شاء الله تبارك الله، وهذا النخيل يعانق الماء.